صباح الخير، رمضان كريم. انا هلا في رام الله، اتفقت مع الشباب استنوني عند هلال رمضان. هيو وين جبد احلى لايك حبيبي اضرب كفه. واليوم بدنا نسوي كواليس اغنيه العلم الفلسطيني، لانه اجى وقتها ووصلنا كثير فيديوهات حلوه، وبدنا نصور شغلات في محلات شعبيه في رام الله، بنشوف شو بيطلع معنا. يلا على طواحينه حبيبي. تحب الجبد؟ حبيبي. سوحات ما شاء الله، بس كثير حلوه يعني عن جد. كيف الوضع بريحة؟ بسمعوا ولا كيف؟ اي والله اسمع، هذين مسارات شباب، ايام ميلاد، البنات صاروا يرقصوا عليهم، صاروا يحطوا جبل. حبيبي رمضان كريم. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم في الصحة والعافية. وهلا احنا جايين كمان مره ناخد اعلام من وين المحل اللي رحنا عليه؟ هذا صح؟ يلا خش. لا هذا هو والله، هذا عالم حلو كثير. حبايب الشباب منورين حبيبي، احلى بلد تعيش فلسطين. لما بدكم اعلام تعرفوا وين تيجوا. العالم السلام. الله يسلمك. كيف بدكم نحكي مع مره؟ شكرا. طول سلمي شباب. قصدك يعني طويل بيه ابو، يعني بوف السلامه. يلا سلامات، احلى شباب والله. جماعه مرتبين، جماعه مرتبين وساعدونا في الاعلام وعملونا خصم رهيب. كريم بدنا نروح ندور على كمان محل تاني. بلكي اريح لغنيه. احلى اغنيه خش علي بالزيك. يا سلام سامعين، خش علي بالزيك. حابب تقول اشي عشان دنيا رمضان؟ لا وانتم بخير يا شباب، وضلكم تابعوهم، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. جيب زيت، وين جيب زيت؟
احنا يعني مختلفين على شغله، اللي بيضحك مو صايم بفطر ولا لا؟ حسن اذا بضحك مو بشفط هوا ابتسامه في وجه اخيك صدقه يا اخي. اذا تفطرش انت بلسان. يلا يا جماعه عند يزن عنده هون في المحل. واحنا هلا في بير زيت قدام الجامعه عند صاحبنا يزن، اخذنا استراحه صغيره وقررنا انه نروح نكمل نصور على الاحراش. يزن بده ياخذنا لانه هو ساكن قريب من المنطقه هاي في ابو كاش، في شجر هيك وارض عند دار عمه، بده يروح يظبطنا هناك. وتنسوش اسم الأغنية، إيش اسم الأغنية؟ أغنية نشيد العلم الفلسطيني. أغنية نشيد العلم الفلسطيني رح تنزل يوم السبت بعد الظهر، بتمنى تحضروها كل الناس اللي بعد. بتسلمش علي انا؟ سلم بس الفرحه مش منك. يلا سوي لنا لقطه للعلم. تعال حمزه، تعال علي. الله جبت للابد، احكي جبت للابد، جبت للابد. الله يا علي يا عم ابو موت فيكم علي. مبروك حبيب، كيف الحال؟ علي في رمضان والله لما جينا على حارة يزن استقبلونا أولاد الحارة استقبال ملوك، إشي فخم. وهلأ إحنا بدنا نمشي هو نطلع فوق وين الشجر والأشياء هاي. يلا يا شباب، يلا يلا هاي المنطقة ايش اسمها؟ كلع الزمار. كلع الزمار هاي اللي بحكي فيها بضندرة، صبح كلع الزمار. اه ننزل على كلع الزمار، هذا احنا في كلع الزمار يقصد بهذا. طيب وهلا يلا نبلش. يلا يلا, يلا. فلسطين بلادي وارفع هالراس فلسطيني يا غالي، احكي لك كل الناس فلسطين بلادي وارفع هالراس فلسطيني يا غالي، احكي لك كل الناس فلسطين بلادي وارفع هالراس فلسطيني يا غالي. والله يا جماعه صورنا الفيديو كليب تبع نشيد العلم الفلسطيني، طلع بجنن المنطقة هاي، بتجنن الطبيعة الفلسطينية. احنا في ابو كاش وهي جامعة بير زيت، هناك كل شباب الحارة اجوا ساعدونا، حبوا يطلعوا بالفيديو وبدهم يحكوا لكم. جبد لامتى؟ لا يلا بسم الله. هيقدم وبدنا نفطر اليوم عزومة يزن، احنا عنده بفلفل، الشباب هاي كلهم هون وحابين نحكي لكم رمضان كريم. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. مستنيين يوم السبت. وجبت. مستنيين للابد. لا.